التشخيص أو الأداء في أي كان فهو أداء. يعني كاين ترتيبات حسب انك خدمتي بزاف لي بلانش كتكوني تبغي الخشبه بزاف لانك دوزتي الكارير ديالك كلها فيها. من الاداء في حد ذاته اي بيرسوناج اي شخصيه فين ما كانت سواء في التلفزيون او في المسرح او في السينما انك تكوني كريديبل وتكوني مقتنعه بالبيرسوناج والبيرسوناج الباس. لان ما عمري حسبتها بالمشوار الفني او انا كنحسبها بالادوار كنحسبها بالدور اللي كنبغيه وكنحسبها بالشخص اللي كنتعامل معاه. لان صوفيا العلوي كنا اصدقاء هي انه ديريج انا عندي ما كنكبرش راسي انا ديما راسي صغير لان جي ساي دابروندغ توجور. هي خطوه مزيانه مي انا كنشوف ان التنافسيه مزيانه والناس تشوف اللي بغات وكنظن ان الدراما المغربيه فرضت وجودها. يعني حاليا كنوقفوا على رجلينا ما بقيناش يعني كنخافوا من اي منافسه والقرار يعني يشجع مع العلم ان كاينين الناس اللي كيبغيو المسلسلات المدبلجه ولكن قرار الا كان داك الشيء كله غيصب في المسلسلات المغربيه وفي انتاج المسلسلات المغربيه ماديا غنكونوا مرتاحين اكثر مزيان. عندي عمل ان شاء الله غيدوز في رمضان وعندي عمل اخر عاد غنبدا التصوير ديالو ان شاء الله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.